جزاء أعلن الحكم كأنه كان يعني يتدرب على رؤية ركلات الجزاء بهذه العرقلة فقط. هناك كم من عرقلة حدثت في المباراة ولم تعلن عن ركلة جزاء. جاءت الدقيقة 92 وجاء معها الخبر اليقين، خبر وعند جهينة الخبر اليقين، عند دانيال الخبر اليقين، ركلة جزاء للاتحاد. هل هو درفلو الذي سوف ينفذ أو محمد لامين سيماموش؟ أعطوها للامين، أعطوها للحارس الأمين، ولامين ليريد أن يوقع وهو الذي كان واحد بل هو الرجل الأول في الاتحاد إفريقيا سيماموش حتى يدون اسمه ضمن قائمة هدافي المنافسات الإفريقية. يا لامين يا سيماموش الكابتان بتركيز عالي يسرع على الرابع، الكل واقف، زيما باليسرى، يا زيما زيما كل صفق لك يا زيمة، تستاهل يا زيمة مثل ما يستاهل الاتحاد الفوز العريض برباعية، تستحق يا زيمة الهدف الرابع لتدون اسمك حارس مرمى وهداف على طريقة روجيريو سيني، الحارس الهداف، الحارس البرازيلي للمنتخب البرازيلي ولفريق ساو باولو. روجيريو سيني الجزائر اسمه محمد لامين سيماموش اليوم. اتحاد العاصمة 4 يونغ افريكانز التنزاني لا شيء. تقبلوا تحياتي، شكرا على وفائكم، شكرا على متابعتكم، ألقاكم في قادم المناسبات. لا تذهبوا بعيدا، بعد الفاصل نعود بالصوت والصورة والصورة الفنية الزميل نزال لك الاتحاد برباعية في صدارة المجموعة الرابعة.